يلا بص يا اسطى، الناس اللي بتصور دي يا اسطى، بص هنخش عليهم دلوقتي، هم شغالين من بدري خلي بالك. اه والله العظيم قبل ما انت ما تجيلي، فانا هخش عليهم دلوقتي هنقتحم الحوار ده خالص. انت بقى وانا هخلع بامانه والله. يا عم تعالى معايا. لا يا اخي. طب يا جدعان انا داخل دلوقتي. ها لما حضر سلام عليكم. طب احنا بقى عايزين نطلع حاجه كده للصفحه اللي عندي والناس الجميله اللي عندي، انتوا ايه رايكم؟ يلا بينا نجهز. يلا بينا يا جدعان. هنسمع ايه بقى؟ هنقول في البدايه المسكفاح. المسكفاح. المسكفاح في المدينه والسلوى اللي مكه عليه. ايه ده؟ المسك ده يا ترى فايح كتير كده ليه؟ وطلعوا برا الخلا ولا يعرفوش من ايه. نادى لسان العلا علم جميع الكون بريحة الإله العرش صلى عليه. المسك لما ذكرنا رسول الله
ربنا بس زهرة، ربنا بعثك للأمة، قرآن كريم ومعاك سنة، ربنا بعثك للأمة، قرآن كريم ومعاك سنة، ده احنا به نوصل جنة، احنا به نوصل جنة، ونزيد مدد من عند الله. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زمرا. الله 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 يا رسول الله، الله 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 يا حبيب الله. ده انتوا مش فرقة طبيعية، ده انتوا فرقة من المريخ. ايه الحلاوة دي يا عم؟ الراجل ده يا جدعان صوته في حتة تانية. أجمل منك لم تر قط عيني يا جمالو، وأطيب منك لم تلد النساء يا جمالو، وأجمل منك لم تر قط عيني يا جمالو، وأطيب منك لم تلد النساء يا جمالو، خلقت مبرعا من كل عيب يا جمالو، كأنك قد خلقت كما تشاء. مصطفى كالورد نادي يا جمالو، وعطرها يبقى إذا مست أيدي يا جمالو، وكف المصطفى كالورد نادي يا جمالو، وعطرها يبقى إذا مست أيدي يا جمالو، وعم نوالها كل العباد يا جمالو. حبيب الله يا خير البرايا، يا جمالو يا جمالو، ضحوك السن للعاشق رماه يا جمالو، كحيل الطرف حبيبي لو تراه يا جمالو، ضحوك السن للعاشق رماه يا جمالو، بهي الطلعة فالمولى اصطفاه يا جمالو. حبيب الله يا خير البراء، يا جمالو يا جمالو، سيدنا النبي.
نبي في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة. ما شاء الله عليكم. احنا قلنا البند اسمه ايه؟ أمنية وألأ للإنشاد. يا جدعان الناس دي تحفة فنية. أنا نفسي مبسوط إن أنا معاهم، يعني أنا المفروض كل ما بقى تعبان أو مخنوق عايز أغير جو أدخل عندهم على الصفحة، أو أنا بقى خلاص أنا عندي واسطة خلاص ما معايا أرقامهم إن شاء الله إيه أنزل أقعد معاهم، لأن الناس دي بتعمل تحفة فنية والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجة يعني أصوات مختلفة، أنا سامع الصوت ده حاجة رهيبة. أنا نفسي أنا أدمنت الصوت ده، صوت يوسف ده ما شاء الله حاجة رهيبة يا جماعة والله حرفيا يستاهل نقعد معاه طول العمر، وحاجة رهيبة آلاء وأمنية وما شاء الله الشباب كلها حاجة رهيبة. هنسمع حاجة كمان بقى، نختم بحاجة بقى ما شاء الله. ده ايه ده بقى؟ هتعجبني. يلا هو اللي عيب ده برضو. يلا لا إله إلا الله.